بدر بن محمد بن يحيى الغامدي على فوز سراب وتحقيق للإنجاز. شوطنا القادم بصوت الزميل شجاع على عتيبي. شكرا بسام الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية مع انطلاقة شوطنا الخامس للحقائق الابكار من مسافة 3 كيلومترات. اتقدم مباشرة مع المركز الاول ومع الانطلاق الاول الصدارة والمركز الاول من تحتل المركز الاول بشتنا حنيف بن علي بن محمد بن هلال. من يقدم لنا بشتنا؟ من تنطلق مع اول الاسماء واول التحديات؟ المركز الثاني الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الظبي علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. من يتواصل في هذه اللحظات مع الظبي؟ من غيرت مع المركز الاول؟ المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من النايفة علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله. من يتواصل مع النايفة على المركز الثالث والمركز الرابع؟ شعار الامبراطور الحاضر في هذه اللحظات مع انطلاقة ضوء محمد بن علي بن حمد بن قريع المري. من يتواصل مع ضوء في هذه اللحظات مع المركز الرابع والمركز الخامس الوصول في هذه اللحظات من قبل خيرة محمد بن سالم بن محمد المري. من يتواصل مع خيرة؟ من غيرت بدورها الى المركز الثالث المركز الرابع في هذه اللحظات؟ وصلت وتقدمت مع المركز الرابع. الوصول والانطلاق من قبل نوادر سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري مع المركز الرابع والمركز الخامس الهنوف محمد بن سالم بن محمد بن قطامي المري. من يتواصل مع الهنوف؟ ولكن راقب الوصول، راقب طرب 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 طرب. من فرقت الصفوف وانطلقت مع المركز الثالث صاحبة العوايد وصاحبة الانجازات بشعار جابر بن عبد الله بن جار الله بن ذر والب بريدي يتقدم مع طرب، ولكن العودة الى خيرة مع المركز الاول خيرة، ولكن التغيير من نوادر وطرب. ولكن طرب انطلقت مع اول الاسماء، انطلقت مع اول التحديات، اندفعت هنا بشعار جابر بن عبد الله بن جار الله بن ذروة يتقدم مع المركز الاول، ينطلق مع طرب نوادر مع المركز الثاني بشعار هنا سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري. يقدم لنا نوادر مع ثاني الاسماء، ولكن طرب والامتار الاخيرة. طرب يا بن ذروة انطلقت هنا طرب نوادر مع مركز الوصافة وشعار باللحمر مع المركز الثالث، ولكن الناموس حاير ما بين طرب ونوادر، ما بين شعار بن ذروة وشعار بن مهيرة. يا سلام يا الله. طرب مع اول الاسماء جابر بن عبد الله بن جار الله بن ذروة تريد ان تكرر الانجاز الى انجازاتها السابقة، ولكن نوادر بن مهيرة انطلق مع نوادر مع هذا الاداء الكبير، مع هذا الاداء الفريد انطلقت نوادر بشعار سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري. سلام يا مالك نوادر، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والاداء الكبير. نوادر مع الناموس، نوادر مع الانتصار. تهانينا والناموس لمالك نوادر سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري. المركز الثاني طرب جابر بن عبد الله بن جار الله بن ذروة المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل صدى عبد الله بن راشد بن محمد المري. المركز الرابع سحب علي بن محمد بن راشد بن شابل المري. المركز الخامس كانت هوايل محمد بن فرج بن جابر
بن ذيبان المري. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدين الكرام لمالك نوادر سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والأداء النادر والتوقيت المميز. توقيت نوادر 4:28 22 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وتوقيت ممتاز. المركز الثاني نواد أو طرب جابر بن عبد الله بن جار الله بن ذروة المري 4:30 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث حلت فيه هنا صدى عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة 4:36 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.